العالم. أشجعك النهاردة تروح لحد عنده تتكئ على صدره، سترى من صلاحه ومن رحمته ومن أمانته ما يغمر قلبك بالسلام. عندي ترنيمة أخيرة نرنمها مع بعض. كاتب الترنيمة بيقول له: يا سبب وجودي ليك سجودي، فدتني بدم صليبك فكت قيودي. ألا حق ليك عليا إن النهاردة أفضل أترنم عن عظمتك وعن وجودك في حياتي. عايز أقول لكم حاجة لحد ما تطلع الترنيمة: الناس مش هتنفع تيجي تسألنا إلا إذا شافت اختلاف. يعني عمرك ما هتلاقي واحد مسك ورقة شجرة واقع على الأرض كده قال يا جميلة جدا فظيعة إيه ده الحلاوة. عمرك ما هتلاقي كده، لأنه في منها كتير ومالي الأرض، ومحدش يعني يكترث لورقة شجر واقع على الأرض. لكن لو في واحد شاف مثلا حتى حجر لونه أزرق كده شكله جميل، هيلفت نظره وهو ماشي باصص يقول يا ايه ده، ليه ده مرمي في وسط، ده مختلف، ده اكيد حاجه، ايه ده، ويوطي يجيبه يمسكه ويشوفه. الاختلاف دايما دايما يثير الدهشه والاسئله، ويثير كمان الباشن عند الاخرين. وانا بقول لك انه في مؤمنين كتير مش مقصرين في الحياه لانهم مش مختلفين. يعني بنتعب زي بي، او خلينا نسميها بنغضب زي ما هما بيغضبوا، بنقلق زي ما هما بيقلقوا، بنتعصب زي ما هما بيتعصبوا، بردود أفعالنا قريبة خالص أو شكلها أو هي ربما نفس ردود أفعال الناس اللي حوالينا، البعاد عن الله. تجيش نختلف في هذه السنة، نقرر بنعمة الله نتسند على صلاحه وأمانته ورحمته ونختلف عن الآخرين. ولما يجي حد يسألنا حتى عن القوانين اللي بتتغير أو إن مش عارف الجمهوريين والديمقراطيين والناس والمشاكل أقول أنا سماوي. أنا عارف أن أنا يمكن مش كل الناس تقتنع بهذا الكلام، بس أنا عايز أقول لك أنك قبل ما تقول أنت معدول ولا معدول، جرب أنك تقول أنك للرب، واللي هيعمله الرب أنت هتوافق بيه. وأنا مصدق قوي أن الناس اللي مسكين في ربنا المسكة دي اللي متعلقين بيه زي ما بيقول مزمور 91: لأنه تعلق بيها أنجيه. مش بس كده، أرفعه. عارف ليه؟ لأنه عارف يعني إيه، لأنه عارف اسمه. كل الناس عارفة أن اسمك الله. يقول لا، رفعه لأنه عارف مين هو أنا، عارف مين هو الله الصالح الرحيم الأمين. أنا أشجعك من قلبي النهاردة في سنة جديدة أو في تفكير جديد، تعال النهاردة تغير قدام الله زي ما الرب عايزك تكون. ساعتها تكون في مكانك، في شغلك، في وسط جيرانك، في الشارع بتاعك، وسط الناس، في الكنيسة تكون شخص مختلف، تكون حد ليه أمور جديدة من الله. تيجي الناس تسألك عن سبب الرجاء الذي فيك. يلا تشجع، رنم معايا ده الترنيمة. كان نفسي رنم ترنيمة بتقول بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر. أنا رنمتها معاكم السنة اللي فاتت لما كنت موجود هنا، بس يمكن الوقت أخدني وتحمست في الكلام، أعذروني معاني ما كنتش عايز أتكلم كل ده. لكن تعال رنم معايا الترنيمة دي، قرارها بيقول هاتي لي قرار فضل. بيقول: دمك غطاني، برك كساني، حبك نجاني، وملا قلبي أغاني. والسؤال هنا النهاردة: يا ترى قلبك مليان إيه؟ أنا شجعت من كل قلبي انك تقول وملا قلبي اغاني. خلي الرب يملا قلبك بالاغاني ويفرح حياتك من جديد، لانه صالح ورحيم وامين. يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي. حاولوا معايا: يا سبب فادتني بدم الصليب فكت قيودي. وحدك فادي حقك حرية، نلت في حبك براءة وحياة أبدية.
دمك غطاني برك كساني حبك نجاني ملا قلبي أغاني دمك غطاني برك كساني حبك نجاني يا ربي ملا قلبي أغاني عايش في خيرك ولا حابب غيرك حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك عايش في خيرك ولا حابب غيرك حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك ساكن في قلبي ملكك يا ربي لا هتسيبني ولا هسيبك وده عهد أبدي دمك غطاني برك كساني حبك نجاني ملا قلبي أغاني دمك غطاني برك كساني حبك نجاني يا ربي ملا قلبي أغاني ملا قلبي أغاني ملا قلبي أغاني يلا جربوا تقولوا معايا الآية آخر مرة.